من بلاش. هلا بالسؤال الثاني لدورة 2023 عمره مع عمي، اعطيني هذا السؤال، هو سؤال بروبا. اعطينا 3 اور، عنا 3 اور مسمي لي اياهم، عنا يو و في و دبل في، عنا اليو والفي والدبليو. باول اور اعطيني 3 بول روج وواحدة نوار واثنين فير، يعني عنا 3 ريد 3 ريد وواحدة بلاك واثنين جرين. تمامتو؟ بالقرن الثاني اعطيني 2 روج واثنين نوار واثنين فير، يعني عندنا 2 تو ريد واثنين بلاك واثنين جرين. بالقرن هيدا اعطيني 3 روج، عندنا 3 ريد ودي نوار، يعني تو بلاك. هلا البلاك انا رمز له بحرف الان، تبعتوا؟ والروج والجرين رمز له بهذا الحرف. طيب شو عم يخبرني كمان بتضلني بالجيفن؟ كمان عم يخبرني انه نحن اذا جينا سحبنا من هذا الاير اللي هو الاي اليو، بدنا نسحب ثلاثه، بدنا نسحب ثلاث طابات، بس بدنا نسحبهم بشكل سيمولتانيمو سايمولتانيوسلي. يعني هون شو بدنا نستخدم؟ بدنا نستخدم الكومبينيزون كومبينيشن اللي شو هي؟ سي ان بي. ليش؟ لانه عم نسحبهم سيمولتانيمو سايمولتانيوسلي، شان سيمولتانيمو عم نسحبهم مع بعض. طيب شو كمان عم يخبرني؟ عم يخبرني اذا بدنا نسحبه من هذا الاير اللي هو الفي، في كمان بدي اسحب ثلاثه، بس هالمرة بدي اسحبهم سكسسيفمون افيك ريميز، يعني سكسسيفلي وذ ريبليسمنت. يعني هون شو بدنا نستخدم؟ نستخدم ال ان بي. انتبهتوا؟ ليش؟ لانه عم نسحبهم وحده سكسسيفمون سكسسيفلي، بس افيك ريميز عم برجع رجع وذ ريبليسمنت. طيب اذا بدي اسحب كمان شو عم يخبرني؟ عم يخبرني اذا بدي اسحب من هذا الاير اللي هو الدبليو دبل في، كمان بدي اسحب ثلاثه، بس هالمره بدي اسحبهم سكسسيفون بس صار رميز، يعني سكسسيفلي without replacement. فهون شو بدي استخدم؟ ال ANP. طب هنا طيب شو كمان اعطيني؟ اعطيني بالايفنمون بالايفنت اعطيني الام. شو هي الام؟ انه نسحب 3 بول يكونوا مام كولر سيم كولر، عم نسحب ثلاثه يكونوا نفس اللون. مين هي الام؟ طب اول شيء شو طالب منا؟ طالب منا نجيب البروبا للآن ساشون يو، يعني للآن ساجذات يو، يعني يو، يعني يكونوا نفس اللون، بس علما جي انا بدي منين بدي اسحبهم؟ بدي اسحبهم من هذا القرن، تبعتوا؟ فهلا هدول بنساهم، طب انا ليش؟ انه هو حدد لي هون، كتب لي ساشون ساجذات يو يو، فانا بدي اسحبهم من هون. بدي اسحب ثلاثه يكونوا نفس اللون. ليش نفس اللون؟ انه الام شو هي الام؟ شو مقصود بالام؟ يكونوا مام كولر سيم كولر. طيب كيف فيني اسحب يكونوا؟ طيب لو نسحب من هذا الايرن كيف بدنا نسحبهم؟ بدنا نسحبهم سيمتانيمون سايمتانيوسلي، يعني نستخدم الكومبينيزون، بدنا نسحبهم مع بعض. طيب كيف فيني انا في بقدر اسحب ثلاث طابات مع بعض يكونوا لونهم نوار بلاك؟ لا ما فيني. ليش؟ انه عدد النوار هو وحده، ما فيني اسحب ثلاثه مع بعض، ما هن طابه وحده نوار بلاك. طيب فيني اسحبهم يكونوا فير جرين؟ لا. فيني اسحب ثلاث طابات يكونوا جرين؟ لا كمان لا. ليش؟ انا عدد الجرين عدد الفير هن عددهم اثنين، يعني وانا بدي اسحب ثلاثه بدي اسحبهم سيمولتانيوسلي مع بعض. طب فيني اسحبهم يكونوا روج ريد؟ فيني. ليش؟ انه الروج عددهم ثلاثه، يعني اذا كانوا ثلاثه وما فوق فيني اسحب. لكن بدنا نستخدم لك مثل ما اتفقنا الكومبينيزون كومبينيشن اللي هي السي. اذا بدي اسحب انا بدي اسحب ثلاثه، بس من اصل الداش من اصل ثلاثه. ليش؟ انه الروج الريد ده عددها ثلاثه، وتعرف على شو بنقسمها؟ بنقسمها يكونوا ثلاثه، بس من اصل الداش ده عددهم كلياتهم سته. انتبهتوا؟ طيب هلا هيدي اذا كنت عم بعمل حاسب شو بيطلع عندكم هون؟ حيطلع عندكم يعني 1 على 20 على 20. طيب هنا نحن شو عملنا هون؟ بس اسحبنا من الروج. ليش؟ لانه هون ما فيني اسحب انا ثلاثه، ما بقدر اسحب ثلاثه من النوار. ليش؟ لانه عدد النوار هن وحده، وانا بدي اسحب ثلاثه سيمولتانيمون ما بقدر، فما بقدر الا اسحب منها من الروج من الريد. فمشان هيك طلعت بس وحده انه سي 3 3. طيب هلا شو طلب مني هون؟ طلب مني جيب البروبا للام انتر يو ام انتر يو. طيب طالما هو من قبل طلب مني جيب الام ساشون يو ساج ذات يو، فبستخدمها بستغلها لهيدي، وبستخدم الرول اللي انا حافظها اللي هي شو؟ اللي هي شو بتصير بروبا للام ساشون يو ساج ذات يو تايمز بروبا لمين؟ للاي لليو. طبعا ليش؟ انه خلص لفت لي نظره انه هو سالني اياه من قبل،
لا بس على شكل يكون صار شون كي صار جدار، فبستغل هذا الشيء وبستخدم الرول اللي انا حافظها، هذه الرول الحفاظ وبكتبها. طيب لكن هو شو عندنا؟ عندنا 1 على 20 تايمز فوا بروبا لليو للاي. شو البروبا لهيدي؟ لهذا الايرن. شو البروبا لهالوعاء؟ طيب هذا الوعاء هو شو؟ هو وعاء واحد بناصل قداش؟ بناصل 3 على 3 ايرن 3 ار. فلكن هو واحد من اصل الداش 3، هاي هي البروبا للاي. تبعتوا؟ هلا اذا ضربتهم ببعض حيطلع عندكم 1 على 60. طيب نيجي لهون، كمان طلب مني البروبا للام انترفيل، كمان بستخدم نفس الرول اللي استخدمتها من قبل. هي شو بتساوي؟ بروبا للام ساشون في صار ضغط في تايمز بروبا لمين؟ للفي، اللي هي ايكوال ايكوال كمان نفس الشيء. الام شو هي الام؟ يكونوا ميم كولر سيم كولر، بس علما بس هالمره بدنا نسحبهم من هذا الاير، من هذا الاير. انا هلا بدي اسحب ثلاث طابات بس يكونوا نفس اللون. ليش نفس اللون؟ ميم كولر سيم كولر. ليش؟ انه ام هي ام ساشون في، يكونوا نفس اللون بس انا بدي اسحبهم من الفي. طيب انا بقدر اسحب ثلاث طابات يكونوا نفس اللون، بقدر اسحب ثلاث طابات من الروج يكونوا ريد، بقدر على هذا الشيء؟ ايه بقدر. ليش؟ انه هون نحن لما بنسحب من الفي عم نسحبه شو؟ عم نسحبه سكسيسيفون بس افاك ريميز ويز ريبليسمنت. فانا بقدر اسحب ثلاثه من الروج، صحيح عددهم اثنين، الروج قد عددهم؟ عددهم طوبتين، بس بقدر اسحب طوب ثلاثه. ليش؟ انه هون نحن لما بنسحب من هيدي من الفي بنسحبهم سكسيسيفون افاك ريميز ويز ريبليسمنت. انا عم برجع، انا عم بسحب ورجع، اسحب ورجع، يعني عم بسحب طابة ورجع، اسحب طابة ورجع. فبقدر اسحب ثلاثة من الروج، بس هون ما كان بقدر اسحب ثلاثة من النوار، ثلاثة من البلاك يعني. ليش؟ انه عدد النوار عدد البلاك هي واحدة، وهون كيف كنا عم نسحبهم نحن هون؟ كنا عم نسحبهم سيمولتانيمون، يعني عم نسحبهم مع بعض سيمولتانيوسلي، بس هون كيف عم نسحبهم؟ عم نسحبهم سكسيسيفون، عم نسحبهم وحدة وحدة، وافاك ريميز عم برجع رجع، عم برجع رجع. تبعتوا؟ فانا هون بقدر اسحب ثلاثه من الروج، كمان بقدر اسحب ثلاثه من النوار من البلاك، وبقدر اسحب ثلاثه من الجرين من الفير. فنحن هون المطلوب منا نسحبهم يكونوا نفس اللون، يكون نفس اللون. تمام؟ ففي احتمال اسحبهم من الروج، يعني انا فيني في احتمال اسحب ثلاثه من الروج من الريد، ده عدد الريد اثنين، ففيني عرفتوا؟ ده عم بسحب انا البي، يعني داش عم بسحب، والان ده عددهم. تبعتوا؟ فمشان هيك انا حطيت الدوم تحت والتروا من فوق. ليش؟ انه البي هي قديش عم بسحب انا. طيب لكن في احتمال نسحبهم روج يكونوا ريد، كمان في احتمال يكونوا نوار يكونوا بلاك، فاو فبحطوا بلس. ليش؟ انه او في احتمال اسحب ثلاثه بس منين؟ من النوار من البلاك، او كمان في احتمال كمان اسحبهم شو يكونوا؟ فير يكونوا جرين، يعني اسحب ثلاثه من اصل قديش؟ من اصل اثنين. طيب لكن على شو بقسمها هلا؟ قديش عددهم كلياتهم؟ 6، تبعتوا؟ فأنا عم بسحب هون 3 من أصل 6. فوا تايمز البروبا للفي، شو البروبا لهذا الإير؟ هو وعاء واحد من أصل 3، فهو 1 على 3 على 3. خلينا نعمل على الآلة حاسبة، شوف شو بيطلع معنا، على كالكيلاتريس. طاش، لكن هون شو بيصير عندنا؟ هيطلع عندنا جاوبه 1 و 1 على 27. تمام؟ طيب هذه بدنا نبينها على الكاميرا منيح، حاكتبها من فوق شوي، لكن هون شو عندنا؟ 1 على 27، عندنا 1 على 27. طيب ننتقل هلا لهون، شو بدنا نجيب؟ بدنا نجيب البروبا للام انتر دبل في، يعني الام انتر دبليو، يعني يكونوا نفس اللون انتر نسحبه من هذا الرول. كمان بنستخدم نفس الرول اللي كتبناها هون، اللي هي شو بتساوي؟ هي بروبا للام ساشون يعني ساج ذات دبليو فوا تايمز بروبا لمين للدبليو، اللي هي ايجال ايكوال. طيب لكن هون بدي اسحب انا ثلاثه يكونوا نفس اللون مان كولر سيم كولر، بس علما من هنا بدي اسحبهم؟ بدي اسحبهم من هذا الايرن، من هذا الوعاء. تبعته؟ طبعا انا بدي اسحب من هذا الوعاء، كيف بدي اسحبهم؟ بدي اسحبهم سكسيسيفون
بس صار رميز يعني without replacement. هيك ايه اللي هو بتضمنه بالgiven. يعني هون شو بدي استخدم؟ بدي استخدم هيدي. لكن هون شو بدي نعمل؟ نسحب ثلاثة، نسحب ثلاثة. طيب فيني اسحب ثلاثة من الروج من الراد؟ انا عددهم ثلاثة هنا، ففيني اسحب ثلاثة من اصل ثلاثة. تمام. طيب انا فيني اسحب ثلاثة ثلاثة يكونوا نفس اللون مام كولار. طب ما تقولش انه هون الام يكونوا مام كولار. فيني اسحب ثلاثة يكونوا مام كولار بس من النوار من البلاك؟ لا ما فيني. ليش؟ انه هون نحن كيف عم نسحب هون؟ عم نسحبهم سكسيسيفون بس صار رميز يعني من دون ما رجعهم، يعني without replacement، يعني من دون ما رجع. بس هون كان بقدر على هذا الشيء، كنت بقدر اسحب ثلاثة من هون من الروج، كنت بقدر اسحب ثلاثة من النوار، كنت بقدر اسحب ثلاثة من الجرين الفير. ليش؟ لأنه هون كنا عم نسحبهم افاك ريميز، يعني كنا عم نسحب ونرجع. بس هون انا ما بقدر اسحب ثلاثة من النوار، انه عددهم اثنين النوار 2، فما بقدر اسحب ثلاثة. ليش؟ لأنه هون كيف عم نسحب؟ عم نسحبهم 6 زيفون، صار ريميز من دون ما رجع، من دون ما رجع عم بسحب وحط على الطاولة من دون ما ارجع، ارجع اسحب وارجع احط على الطاولة حتى يصيروا ثلاثة، بعدين بس يصيروا ثلاثة عم برجع ارجعهم بعدين بغض النظر. طيب لكن انا ما فيني اسحب الا ثلاثة منين؟ من الروج من الريد. فمشان هيك اسحبنا ثلاثة من اصل ثلاثة. هلا شو؟ هي ثلاثة من اصل الداش دارلهم كلياتهم خمسة فوا تايمز. شو البروبا لهيدي؟ لهالبعاء هو 1 على 3. تمام. طب خلينا نحسبها. البروبا للام هي شو بتسوي؟ بتسيبها. طيب شو بتلاحظوا هون؟ الام هون بدنا نشوف البروبا للام. طب هون شو عاطينا؟ عاطينا البروبا ام انتر اي، وعاطينا ام انتر في، وعاطينا ام انتر دبليو دبل في. تمام. فهيدي رول الحفظ، هيدي انه بس يكون عندنا شو بتقلي الرول؟ مثلا عندنا بروبا للار هي مثلا ايجال شو؟ هي بروبا للار انتر في بلس بلس بروبا للآ انتر بي بار. تمام. يعني هون اذا بتلاحظوا انه الآ الاي هون ما بتتغير، بتضلها هي ذاتها. مين بيتغير؟ هون دائما عندنا انترسكشن، دائما عندنا انترسكشن، ودائما في هون بلس بلس. مين بيتغير؟ بيتغير الحرف اللي جنبه. مره بنكتبه هو ذاته، مره البار تيعه يعني عكسه. تمام. كمان بنستخدم نستخدم هيدي الرول هون، بس هذه هون عندنا ثلاثه، يعني عندنا هون ام انتر اي، عندنا ام انتر في، عندنا ام انتر دبليو. فهون شو لكان شو بتصير هون؟ البروبا للام هي ايجال هي بروبا للام انتر اي بلس بروبا للام انتر في بلس بروبا للام انتر دبليو دبل في. تبعتوا؟ هيدي الرول الحفظ، هيدي دائما الحفظ. يعني اذا بتلاحظوا هون هذا الحرف هذا اللي هون هو زيته بضل هون بس ما بيتغير، بضل هو زيته. ودائما هون في بلس بلس بيناتهم، ودائما الحرف اللي جنبه هو اللي بيتغير. يعني عندنا هون اي في دبل في دبليو. اول شو بيكون عندنا؟ بيكون عاطيني بالسؤال مثلا اي واي بار، بس هون صار بيصير شو بصير عندنا؟ اي واي بار. بس هون خلص منو عاطيني البار، عاطيني اياها بشكل اي وفي ودبليو، فبكتبها بهذا الشكل. فهلا بجمعهم، اذا جمعتهم لازم يطلع معي هذا الجواب. تمام. طيب هلا شو طلب مني بالسؤال الثاني البارتي 2 بارت 2؟ عم يقول لي انه نحن اسحبنا ثلاثه، بدنا نسحب ثلاثه بس ما يكونوا نفس اللون. هلا نحن الايفنمون الايفنت انه يكونوا نفس اللون، شو هي ام؟ بس هون ما بده، يعني هون شو عم يقول لي؟ ما يكونوا نفس اللون، يعني كانوا عم اللي ام بار. تبعته ام بار. طيب شو طلب مني؟ طلب مني اجيب البروبا لمين؟ البروبا اني اسحبهم من هذا الايرو الاي. يعني انا بدي اجيب البروبا اني اسحبهم من اي اير اللي هو من اي ايرو هذا الاي يو، بس علما ساشون كان ساجدات انه يكونوا ما يكونوا نفس اللون، يعني ام بار. يعني شو يعني ما يكون نفس اللون؟ هذا دائما بيجي طبعا شو خطر على بالي اعمل هيك ساشون كي ساجدات؟ دائما بس اعطيني هيك دونه صغيره مثلا، بعدين يسال لي اللي كالكول. مثلا هون شو عم يقول لي؟ اول شيء بالدونه بالجيفن فوق بالسؤال دو بالتو، شو عم يقول لي؟ عم يقول لي بدنا نسحب ثلاثه ما يكونوا نفس اللون. فدغري بعمل انا ساشون كي ساجدات، شو يعني ما يكونوا نفس اللون؟ يعني ام بار، بعمل ام بار. طب هلا شو بعدين شو طلب مني؟ اعمل لي كالكولي انه يكونوا ثلاث طوابات اللي بدي اسحبهم من هذا الايرن. يعني انا بدي اجيب البروبا لمين؟ للاي ساشون ساجدات
ام بار هيك بترجمها. لكن هون شو بتصير ايجال ايكوال هي بروبا للاي انتر ام بار. هيدي رول على الحفظ كمان على بروبا لمين بعد 16 شهر كذا بعد 16 شهر شو عنا اي حرف الام بار فمحشوه هون ام بار. طيب شو هي هيدي اي انتر ام بار؟ شو هي البروبا للاي انتر ام بار؟ معي اياها انا معي الاي انتر معي الاي انتر ام معي اي انتر ام بار؟ لا. فكمان هون بتذكر هيدي الرول اللي قلتها من شوي انا طب هون شو عنا؟ عنا اي انتر ام بار. هون شو عندي؟ عندي اي انتر ام. مين الحرف اللي ما عم يتغير؟ هو الاي. يعني هون الاي هذا اليو عم يضل هو زيته هون وهون، بس هون مره عنا اياها ام بار وعنا ومره هون عنا اياها ام. تبعتوا؟ طب هون دغري انا بهالحاله دغري بتذكر هيدي الرول هيدا الحفظ اللي شو بتقول لي بروبا مين الحرف اللي ما عم يتغير؟ هو الاي يو. فبكتبه هون اليو شان ما بيتغير عم يضل هو زيته هون لحو اي اي. فهي بروبا للاي ايجال شو؟ بروبا للاي انتر ام بلس بروبا للاي انتر ام بار. هيدي رول الحفظ دائما اذا بتلاحظوا هون هذا الحرف هذا الموجود هون عم يضل هو زيته هون دائما في انترسكشن ودائما هون في بلاس. مين عم يتغير؟ عم يتغير الحرف الثاني، مره بنكتبه هو زيته مره بنكتبه على شكل يكون بار يعني عكسه. بس هون هيدي الرول احنا استخدمناها هون على فكره بس هون كانت مالفه من ثلاث اجزاء تمام. طيب كمان بدي استخدمها هون انا مين بدي؟ بدي هيدي هون البروبا لهيدي شو بتسوي؟ بتسوي هيدي ناقص هي فهي ايجال لك ها بروبا مين لمين؟ للاي موا بروبا لمين؟ للاي انتر ام. طب انا استخدمنا هيدي الرول لكن حتى قدرنا حلينا. طب شو هي البروبا للام بار؟ هيدي لاحفظ كمان هي شو بتسوي؟ هي 1 ماينس بروبا للام. طيب لكن شو بصير عندنا هلا هون؟ هي ايجال ايكوال خلينا نعمل على الحسبه شو عندنا هون البروبا للاي هي شو؟ هي 1 على 3 ماينس بروبا للاي انتر ام هي 1 على 60 وهون 1 ماينس بروبا للام. شو هي البروبا للام لهيدي؟ خلينا نحطها على الحسبة حيطلع معي هذا الرقم هذا الجواب اللي هو شو 171 على 493 تمام. طيب ننتقل هلا على البارتي بي. بارت بي شو عم يطلب منا؟ عم يخبرنا انه بدنا نجي اول شيء نسحب نسحب طابه واحده من هذا الاير من هذا الاير اللي هو الاي يو. طيب اذا طلعت هالطابه حمراء اذا طلعت روج ريد شو بدي اعمل فيها؟ بدي احطها بهالوعاء ارجع اسحب ثلاث طابات من هون سايمالتانيوسلي. طيب اذا الطابه اللي سحبتها من هون ما طلعت حمراء بدي ارجع ارجعها محلها وارجع اجي لهون على الايرن هيدا اللي هو الفي ارجع بدي اسحب ثلاثه بس كيف بدي اسحبهم؟ سكسسيفون ستار ريميز يعني سكسسيفلي وذاوت ريبيسمنت هرجع عيد. طيب عم يخبرني انا اسحب طابه واحده من هذا الايرن من هذا الوعاء اذا طلعت حمراء بحملها بايدي وهون بحطها هون تبعتوا وبرجع شو بعمل؟ برجع بدي وارجع بسحب ثلاثه من هون سايمالتانيوسلي. طيب اذا الطابه اللي هون ما طلعت حمراء تبعتوا برجع برجع محلها تبعتوا وبرجع بجي لهون وبرجع بدي اسحب ثلاث طابات بس كيف بدي اسحبهم؟ سكسسيفون صار ريميز يعني سكسسيفلي وذاوت ريبليسمنت. طيب شو طلب مني بالسؤال؟ طلب مني نجيب البروبا انه يطلع معي طابتين روج طابتين ريد اكزاكتومون يعني على الاقل اثنين روج يعني لا اكثر ولا اقل يعني على الاقل بدنا طابتين روج تبعتهم من خلال هالعمليه اللي صارت. طيب ما كان نجيب البروفا انه يطلع عندي اثنين شو؟ اثنين روج اكزاكتومون. لكن هي ايجال ايكوال طيب
هون شو عنا؟ هون عنا فرضيتين. اول فرضيه انه الطابه اللي سحبتها هون طلعت روج، طلعت ريد. لكن عنا نشوف البروبا اول شيء اللي هي ايجال ايكوال، انه اول شيء ممكن الطابه اللي سحبتها من هون تطلع روج، تطلع ريد، فهي بروبا للروج للريد. بعدين شو؟ لانها طلعت روج بدي اجي احطها هون انا، بدي ارجع اسحب ثلاثه من هون، رجع بدي اسحب ثلاثه. طيب يعني بوي بعدين شو بدي اعمل؟ بدي اسحب ثلاثه منها من هون، بس من بين هالثلاثه اجباري تطلع معي وحده روج ثانيه. ليش؟ انه هون اكزاكتمون اثنين روج، طلعت اول وحده روج، اسا لازم لي اسا وحده روج. فهلا انا ما بدي اسحب ثلاثه من هون سيمولتانيمون سايمولتانيزلي، فاجباري وحده منهم هالثلاثه، اجباري وحده منهم تطلع روج. فبدي اسحب وحده روج والبقايا ما يكونوا روج، ما يكونوا ريد، يعني اير بار، اير بار بار، عرفتوا؟ يعني اول وحده لازم يكون روج، يعني اير، ما اول وحده يعني خلص من بيناتهم لازم يكون في وحده روج والبقايا ما يكونوا روج. فبهالشكل نحن شو عملنا؟ صار عندي اثنين روج اكزاكتمون، يعني صار عندي اثنين ريد اكزاكتلي، نحن روج ريد ريد اثنين. طيب او في احتمال ثاني، هلا هون نحن شو افترضنا؟ افترضنا اول طابه سحبتها من هون طلعت روج، طلعت ريد، بس في احتمال ما تطلع حمراء، تبعتوا؟ يعني في احتمال اول طابه بسحبها من هون ما تطلع حمراء. شو يعني ما تطلع حمراء؟ يعني اير بار، تبعتوا؟ هي يعني ما تطلع حمراء، اير بار. طيب طب سحبنا اول طابه من هون ما طلعت حمراء، رجعنا لهون، فبدي اجي لهون، يعني بعدين بدي اجي لهون، يعني بوي، يعني بعدين لهون بدي اجي انا هلا، بدي اجي لهون، بس هلا شو بدي اعمل؟ بدي اسحب ثلاثة، بس كيف بدي اسحبهم؟ سكسسيفون، صار ريميز، يعني سكسسيفون وذاوت ريبليسمنت. طيب من بس من بين هالثلاثة اجباري يطلع معي هالمرة تنتين حمر، تبعتوا؟ اثنين روج، يعني أنا بدي اسحب ثلاثة فاجباري يكون عندنا اثنين روج، والثالثة ما ضروري يكون ما لازم تكون حمرة. فبهالشكل نحن هم عملنا اثنين روج اكزاكتلي. فأول احتمال لما طلعت معي هون روج، هون بهالاحتمال ما عندي اثنين روج اكزاكتمون، نحو روج روج ريد ريد. طب وهون ما عندي اثنين روج اكزاكتمون، نحو اثنين روج اكزاكتمون، تبعتوا؟ فهمتوا كيف الفكره؟ يعني باول بروبا كتبتها انه طلعت معي وحده حمراء من هون، اجبرت هون لو بدي اسحب من هون تطلع معي كمان وحده حمراء، انه انا هون لازم لي اثنين حمر. طيب هون اول طابه سحبتها من هون ما طلعت حمراء، افترضناها ما طلعت حمراء. طيب انا لما بدي اجي لهون اجباري اسحب الثلاثه اللي اسحبهم اجباري يكون من بيناتهم في اثنين حمر. ليش؟ انه هون نحن هون عم نجيب البروبا انه يطلع معي اكزاكتمون اكزاكتلي اثنين روج اثنين ريد، فبتصير بهالشكل. طيب انا طيب حكمل كتابه هون اللي هي ايجال ايكوال. شو بتصير؟ طيب هون شو هي البروبا لها؟ لكن هون طلعت معي اول وحده بروبا، نحن جينا سحبنا اول شيء طابه من هون، تبعتوا؟ لو فرضنا طلعت حمراء، فهون نحن شو عملنا؟ سحبنا وحده من ثلاثه، سحبنا وحده، خليني اكتب بلانتيني، فنحن سحبنا وحده من ثلاثه، وحده من اصل الداش، عددهم هدول سته. او خلص نختصرها دغري، اللي هي شو؟ 3 على 6 طيب هون شو عم بحلها لهيدي؟ لكن هون اول طابه سحبناها هون طلعت حمراء، هلا شو بدي اعمل انا؟ بدي احطها هون هلا، تبعتوا؟ ليش هو عامل لي هيك بالضنين؟ هو عامل لي هيك بالجيفن، اذا طلعت حمراء من هون، اذا سحبتها طلعت روج ريد، بدي احطها هون، حطيناها هون، معناها شو بدي اعمل هون انا؟ بدي اسحبهم كيف؟ سيمولتانيمون. ليش؟ انا طلعت معي اول وحده حمراء، فهم بدي اسحبهم سيمولتانيمون سايمولتانيوزلي، يعني شو بدي استخدم؟ سيل كومبينيزون. كمان هذا ما عم يكتب، خليني اجرب هيدا. طيب لكن بدنا نستخدم السيل. ليش؟ انه سيمولتانيمون نسحب سيمولتانيمون، بس ده بدي اسحب وحده حمراء، يعني بسحب وحده من اصل اثنين، و اثنين بدي ارجع اسحب اثنين بس ما يكونوا حمر. يعني شو يعني اثنين ما يكونوا حمر؟ انا سحبنا وحده حمراء وحده روج، بس عفوا هلا انا في غلطه صغيره، احنا الطوبه الحمراء اللي سحبناها من هون ما لازم نحطها هون،
فعدد الطابات الحمر اللي هون ده صاروا ثلاثة. يعني هون انا عم بسحب واحدة بقى صار قديش؟ ثلاثة. فهمتوا الفكرة؟ احنا هون لما سحبنا طابة من هون اذا طلعت حمراء هون طلعت معنا حمراء، فهون هو عامل لي هيك بالضاني، عامل لي بالضاني شو عامل لي؟ لازم نحطها هون. طب لما حطيناها هون هاي الحمراء ده صار عدد الروج، عدد الريد صاروا ثلاثة، يعني زيدوا واحدة. طب فانا هون عم بسحب واحدة، عم بسحب واحدة من اصل قديش؟ ثلاثة. وهلا هون بدي اسحب اثنين، رجع اسحب اثنين، بس من اصل قديش هالمرة؟ ده عدد هدول أربعة. وتحت على شو بقسمها؟ نحن هون شو عم نعمل؟ عم نسحب ثلاثة، بس ده عددهم كلياتهم، تعال نعدهم. اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، زائد نحن هون ما الطوبة اللي هون حطيناها هون، الطوبة اللي سحبناها من هون، ما لازم نحطها هون، هو هيك عامل لي بالدنيا، فده بصيروا سبعة هون. يعني هون ده عددهم ستة، زائد واحدة بصيروا سبعة. خليني أشوف إذا مبين على الكاميرا. طيب. خلصنا من هيدي هلا، هون هلا بلس بلس. نجي لهون، هلا هون ايربار، يعني الطوبة اللي سحبتها من هون أول شيء ما طلعت حمراء، ما طلعت حمراء. شلون ما طلعت حمراء؟ يعني أنا سحبت وحدة من أصل الداش من أصل ثلاثة. فأنا سحبت هون وحدة من أصل ثلاثة، وحدة من أصل الداش على نون كلهم ستة. يعني خلص دغري شو بختصرها؟ حختصرها دغري اللي هي شو؟ تروع على ستة. هيدا لما نحن جينا على هذا الايرن على هذا البعاء وسحبنا وحده بس ما طلعت حمراء، فبهالحال شو بدي اعمل؟ بدي ارجع لهون. من بعد ما رجعت لهون بوي ذا بدي اجي لهون هلا بدي اسحب ثلاثه، بس كيف بدي اسحبهم هلا؟ سكسسيفمون سكسسيفلي بس ود اوت ريبليسمنت، يعني من دون ما ارجع. يعني هون شو بدي استخدم؟ بدي استخدم الا ان بي. ليش؟ انه سكسسيفمون صار ريميز. فهون لما جينا على هذا الوعاء هلا اجباري اسحب اثنين روج، فبدي اسحب اثنين من اصل الداش، ده عدد الروج هون، ده عدد الريد اثنين. و يعني فوا التالت وحده، يعني احنا هون بدنا نسحب ثلاثه، بس من بين هالثلاثه لازم يكونوا في اثنين، عندنا اثنين روج اثنين ريد والثالثه. يعني شو عندنا الثالثه؟ يعني الطابه الثالثه الدرجه لازم تكون، ما لازم تكون روج. شو يعني ما لازم تكون روج؟ عم بدي اسحبها من هيدي، يعني من اصل اربعه، تمامتو؟ وتعرف عشان بنقسمها؟ احنا عم نسحب ثلاثة، بس من اصل قديش هالمرة؟ هالمرة من اصل ستة. من هون ليش كانت سبعة؟ ليش حطيت هون سبعة؟ ليش؟ انه هون لما سحبناها اول طابة روج هو عامل لي بالضنة لازم نحطها بهالوعاء، بس هون ضل نفس العدد. خلينا نشوفها اذا مبينة على الكاميرا. طيب. لا هيدي منها مبينة، خليني بس اوضحها أكثر. هيك هون شو بصير عندنا؟ واحد على أربعة، هون شو بتصير؟ ثلاثة على ستة. انتبهنا؟ طيب، هلا نحن هون طلع عم نستخدم الأرانجمون، صار ريميز، عم نسحبهم سكسسيفمون، عم نسحبهم سكسسيفمون، صار ريميز، عم نسحبهم سكسسيفلي وذاوت ريبليسمنت، فهون أنا مضطر رتبهم، انتبهتوا؟ نرتبهم. طيب، نحن هون شو عم نعمل؟ عم نسحب اثنين روج اثنين ريد وواحدة ما تكون روج، فهدول انا بدي رتبهم. كيف فيني رتبهم هلا هدول؟ لا هدول ده عددهم، هدول ده عددهم ثلاثة، فهي بكتب 3 فاكتوريال 3 فاكتوريال. طيب هلا انا بدي رتبهم، عم رتبهم، يعني اجباري هون ليش عم شو عم نستخدم؟ عم نعمل عم نسحبهم سكسسيفون صار ريميز، عم بسحبهم وحدة وحدة، تبعتوا؟ غير هون لهون اجباري رتب انا، لما بدي رتب كيف فيني رتبهم هلا هدول؟ ده عددهم هدول، عددهم ثلاثة. أنا عم بسحب ثلاث طوبات أنا، فبعمل 3 فاكتوريال، بس بدي شيل منهم فبقسم. طبعاً بدي شيل منهم احتمالية الاثنين روج هدول، ليش؟ أنه هدول اثنين روج. طب شو بتفرق إذا كان عندنا روج روج أو هالروج هون موجودة هون وهالروج موجودة هون؟ انتبهتوا؟ عم تفهموا علي؟ يعني هون بدي شيل منهم احتمالية، ما بدي شيل احتمالية فبقسم هلا. فعلى شو بقسمها؟ ده عدد هدول 2، فبقسمها على 2 فاكتوريال. فبتصير بهالشكل. تمام؟ يعني هون شو عملنا حتى قدرنا رتبناه هون؟ نحن شو عم نسحب؟ عم نسحب ثلاثة، فبكتب 3 فاكتوريال، بس أنا هون عندي اثنين مثل بعض، نفس الاسم، يعني اعتبروهم اثنين توأم. تمام؟ عندي اثنين طوبتين، مثلا طوبتين روج، أنا طوبتين حمر.
طب شو هالطبطين الحمر شو بيفرق اذا كانوا موجودين هيك جنب بعض او موجودين هيك جنب بعض؟ ما بتفرق، فهي نفس الاحتماليه. فانا بدي اشيل هالاحتماليه، بدي اقسم، فبقسم على دي فاكتوريال، شلتها منها هالاحتماليه، فبصير بهالشكل. هذه منها مبينة على الكاميرا كثير، بس خليني اوضحها اكثر. هون 3 فاكتوريال على دي فاكتوريال فوق 1 فاكتوريال. عرفتوا ليش كتبنا دي فاكتوريال؟ طيب